بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، وأرحب أيضا يعني بالضيوف المعي، دكتور عبد الله الخواض ودكتور نهاد عبد الرحمن ودكتور معاذ الشرفي. لعل هذه الحلقة هي واحدة من الحلقات التي تطورت من موضوعنا اللي بديناه قبل فترة، وأظن بعض المشاهدين بيكونوا متابعين. من بدينا من المسكنات ومرينا على المضادات الحيوية، ثم دخلنا في المركبات الممكن يكون الناس باستعمالها يعمل يحصل لهم منها إدمان. اليوم بنعمل حلقة شبه أخيرة اللي هي ليها علاقة بالإدمان ذاته. يعني أظنكم شفتوا في حلقات الفاتت تطور فكرة الإدمان نفسه، يعني وأن الإنسان بطبعه ممكن بالتكرار والتعود لبعض العادات أو بعض المأكول أو المشروب ممكن يتحول إلى إنسان يدمن العادة، ولكن ليس كل الإدمان هو سلبي. اليوم معي الضيوف، حأتعرض لموضوع الإدمان بصورة مركزة شوية، ولم نقصد به إدمان المخدرات باعتبار أنه ده موضوع عن المخدرات، إنما إدمان المخدر أو إدمان العكاغير. هنتعرض في عرضنا لبعض المواد التي يعني اصلا معموله متخصصه في موضوع الادمان، بمعنى انها بتصيب الانسان بعد شويه بغياب العقل واللاوعي والى اخره والاضرار الموجوده. هخلي اخواننا في الاستوديو من الدكاتره يتكلم عن الموضوع. نسمع معا التقرير واعود لكم مره ثانيه. ليس هناك أسرة تعيسة أكثر من الأسرة التي يعيش بين جوانحها مدمن صغير، فالأسرة التي يعاني بعض أفرادها أمراضا عضوية وإن كانت فتاكة تعيش بأمان أكثر من الأسرة التي تضم بين جنباتها عضوا مدمنا، فهو هم يصعب معالجته وابتلاء يأخذ بتلابيب الراحة والأمان للأسرة. فالإدمان ظاهرة تمتد أثرها إلى فئات عمرية مختلفة، فظاهرة إدمان المخدرات تستهدف في معظم الأحوال فئة الشباب وصغار السن، مما يجعلها ظاهرة معطلة للنماء والتطور لشلها لقدرات الأفراد وفتوة اليانعين وتمنعهم من المساهمة الفاعلة في بناء مجتمعهم. تعاطي الممنوعات يبدأ من سن 15 والسابعة عشر سنة، فهو العمر الذي يبدأ فيه الشباب بتجريب تدخين السجائر وتعاطي العقاقير النفسية. ورغم صغر حجم الأسرة الوحيدة وسهولة إدارة الأبوين لها، إلا أنه يلاحظ أن انصراف الأسرة إلى مشاغل الحياة المادية أبعدتهم تماما عن رعاية أبنائهم سلوكيا وأخلاقيا، خاصة وأن الفئات العمرية المختلفة من الشباب تظل قابلة لكل شيء وسهلة التشكل مع قلة الحيلة وانصراف الرعاة. التقرير اللي سمعناه قبل شوية، يعني أنا بديت بالمدمن والأسرة ليه؟ لأنه بفتكر أنه قبل ما أتعرض للمركبات اللي فيها إدمان والشرح المستفيض فيها، بتخيل أنه مأساة كل أسرة الآن عندها مدمن هي مأساة أضخم من وجود مرض آخر في نفس الأسرة. ولذلك أنا بوجه يعني نفس هذا الشعور للإخوة المعاي في الاستوديو، عشان أقول أنه قدر شنو أنتوا بتحسوا في المجال بتاع الإدمان إنه فعلاً الكلام ده صح. يعني يبدأ دكتور الخواض أزار الناس على الدوام. نعم، والحقيقة نحن بتواجهنا يعني هذه المشكلة في بالذات في الجامعة، إنه بعض الأسر بيجوا بدل ما يمشوا مثلاً لطبيب متخصص في الموضوع بيجوا للأساتذة اللي هم بيدرسوا الطلاب ويتحدثوا عن مشكلة إنه عندهم ابنهم أو ابنتهم مدمنة في لبعض الأدوية. وطبعا هي مشكلة صعبة جدا جدا معالجتها بدون تدخل أخصائيين، لكن إحنا بطبيعتنا كمعلمين يعني بنحاول نتفهم. أولا هم بيحبوا يجوا للأساتذة ويقولوا عايزينك تتكلم مع ابننا لأنه كذا وكذا وكذا. طبعا دي هي مشكلتها، انه الطالب مثلا اللي بيكون مدمن ما بدي كل كلامه
بخاف يعني في من الأشياء دي. لكن الواحد بحس بصعوبة العائلة في إنها عندها أحد أبنائها في هذه المشكلة. فالتدخل يعني يجب أن يكون من ناس متخصصين في مجالات كثيرة، وحق الناس يتشجعوا في إنهم يمشوا ويتحدثوا مع هؤلاء الأخصائيين. ونحن الآن يعني في هذه الجلسة معنا ناس ممكن يلقوا الضوء على الجوانب اللي هي بتهمها، اللي هي يعني جزء منها بيبقى أنا خليل لما نعرضه عليكم بيكون دارين مواساة أكثر من إنه علاج مثلا. هم ما بيفكروا في العلاج، هم بيفتكروا إنه يعني دي مصيبة نزلت عليهم وما قادرين هم. هل هي فعلا كده؟ نعم. هل هي فعلا مصيبة؟ هي ما مصيبة يعني، حتى الناس المتخصصين الآن في هذا الموضوع بيقول لك إنه الإدمان هو مرض ويمكن علاجه. فده الوصف يعني. أنا بفتكر طبعا المشكلة الكبيرة، وأنا قاعد أقابل ناس كثيرين بالمشكلة دي حقيقة، الاندهاش والخوف هو نظرة اجتماعية أكثر. ما شعور بالخطر بمشكلة المزعلة بتاعت العار والفضيحة، ولدنا بيتعاطى ولدنا بيشرب، وبعدك ما بيجوا من أول الموضوع، بيجوا بعد يتفاقم. يعني في الأول بيبتدي معالجات ذاتية في البيت، وأنا أنا أنا دائما بقول إنه دائما في أخطاء بترتكب، إنه المتعاطي المدمن الناس في البيت لما يكتشفوا بيعملوا بالعنف مش بالمعالجات. صح. دايرين يشاكلوا، دايرين يضاربوا، دايرين يطردوا، دايرين لما تفشل كل الطرق حتى بعد ذلك بيفتشوا الدكتور وين بعد تفشل الطرق دي. فبتجي تلقى إنه الأم بتقول ليك ولدي وحيضيع مني وحيموت وحاولنا وجربنا، لكن بيكون قطع شوط كبير يعني، خلوه كده 6 شهور سنة حتى يوك. وأنا قاعد أقول إنه علاج الإدمان هو ما صعب، سهل جدا، ومازال ممكن الناس كلها تمر بها تتعالج منها بسهولة، لكن بعد ذلك تدخل الصعوبة في المتابعة ما بعد العلاج. المتابعة للحتة الحرجة. ما بتعتقد إنه يعني طبعا أسرة كأنها بتواجه بحاجتين، بتواجه بشفقتها على ابن اللي ممكن يضيع بسبب المخدر اللي وقع فيه، اثنين زي ما قلت السمعة يعني، والاثنين قويات على الأسرة يعني. هو حقيقة الزور المتعاطي طبعا بيخش في مشاكل كثيرة، أول حاجة بيشيل سمعة الأسرة لأنه ممكن يكذب، يسرق، يشترك في جرائم، ومصايب كثيرة بتحدث. لكن حقه ما يشيل مش كده؟ ما هو يعني حقه ده ما يكون سبب لإشانة السمعة. ما نحن عندنا مجتمع هنا بقيس الإنسان بسمعته، يعني ولدكم سرق، ولدكم قبضوا، الجيران قالوا شو، الجيران قالوا، هذه المشكلة الكبيرة هاي. حقيقي ممكن نضيف حاجة تانية، إنه الإحباط اللي بيجي لأسرة ابنها يعني إحساس بالذنب، إحساس بالفشل، إنه والله نحن ابننا مدمن، معناته إحنا أسرة فاشلة، ما قدرنا نطلع مثلا شاب سوي أو أخلاق يعني قويمة أو كده. فالإحباط ممكن يخلي الأسرة ما تعرف تتعامل مع الموضوع يعني بشكل سليم، اللي هي زي ما قالوا الدكاترة إنه بتحاول تحتوي الموضوع بحيث إنه ما يطلع برا، أي ما يتسرب أو مشكلة كبيرة فعلاً، فما بيلجأوا لجهات أولادهم بيضعطوا. ويعني الأسرة الثانية تمنع ولده إنه يمشي مع الـ مع الـ مع الشاب ده. وزي ما ذكر دكتور معاذ إنه الأسرة بتتصرف تصرفات ممكن تفاقم الوضع، يعني ممكن تعمل يعني الشاب يكون عنيد إلى حد ما في إنه هو يمارس نفس الممارسات حقه. أفتكر إن الناس تجيف في البداية، أول حاجة تعرف جذور المشكلة، ليه إحنا عندنا شاب يعني سلك مسلك زي ده، يعني الناس تجيف المشكلة كانت وين، عشان عنده أخوانه وعشان عنده ناس تانين وراه ممكن يسلكوا نفس المسلك. والله طبعا معناها الأسرة المفروض تسأل نفسها، يعني هي ما عندها جزء من المسؤولية يعني. أكيد طبعا، عشان كده ما احنا المسؤولية دي عندنا في الأسرة فيها مشكلة. احنا دائما بندين الشخص، بندين الولد، ما بنحاسب ذاتنا أصلا دائما. دي مشكلة لو حاولت تنبه الأسرة دائما بتلقاها دفاعية. والله أنا خيالين لما نحسوا بالأسى ومحتاجين لمواساة كأنه هم يعني بيجلدوا ذاتهم باعتبار أنهم عندهم تقصير، لكن عايزين يغطوا عليه بيشعر الناس بالمصيبه الواقعه. ايوه بيبقوا ديفنسيف، بيبقوا دفاعيين جدا. ممكن يحصل، ممكن يحصل انتكاس يعني
في الحتة دي اللي عايزين نتكلم، ممكن يتعالج؟ بيتعالج طبعا، يعني هو بيتعالج لكن إذا كان إذا كان مش المكان الصحيح يعني. وأنا قاعد أقول إنه العلاج يعني إحنا حس لما يخط زور في مستشفى عشان يتعالج من الإدمان الفترة كلها بسيطة، يعني في خلال شهر أو كم 20 يوم الآثار العضوية بتنتهي، لكن بعد ذلك بتبقى المتابعة النفسية وما بعد الخروج من المستشفى والشلة والبيئة المحيطة والمحافظة عليها وتغيير جو الإنسان وخلق برامج جديدة حتى إنه ما يرجع لنفس الروتين القادم لنفس المشكلة. ده الأصعب هنا وده الأهم. ودي ما هي نحن يعني بنفتقر إلى مراكز اللي هي تهيئ الشخص عشان يرجع للمجتمع. يعني هو زي ما قال دكتور معز الوقت إنه في أشياء عضوية أنت بتعالجها في المستشفى لفترة معينة، لكن الأخطر هي المرحلة القادمة أو بعد ما يطلع من المستشفى يكون تحت الرعاية بتاعه. ودي لازم يكون في رعاية، في متابعة، في ناس ممكن يجوا البيت حتى يقعدوا معاه فترات عشان يتكلموا معاه. ودي طبعا دائرة مجهود يعني، دي أشياء الدولة إنه هو يعني إنه شخص طبيعي وكذا. وبعدين هي المعالجة دي ما اللي هو ذاته، أفراد الأسرة كلهم لازم يكونوا مشاركين في هذا الموضوع. تحميل الذنب برضو يعني مشكلة، لأنه يعني لما يجيك زول يقول لك والله يا أخي أنا ما قادر أخلي السيجارة دي، هي بتحس إنه زول شخصيته ضعيفة ما قادر يعمل يعني كنترول على نفسه أو كده. ده طوالي بي يعني في الزول في ذهنه بيترد الحياة دي، لكن حقيقي الحاجة دي عندها آثار يعني جسدية برضو، يعني في حاجة اسمها الآثار الانسحابية لترك الإدمان يعني. فما ضعف شخصية ولا عدم مقدرة أو كده، لكن حقيقي الشخص ده محتاج رعاية، محتاج عناية نفسية وجسدية من مكان متخصص يعني. طيب أنا هنتقل لتقرير بعد التقرير الثاني عشان أشوف أثر المخدر على الدماغ. عايزين نخلي الأسرة تنتبه معنا إنه صحيح جو المأساة والشعور بالإشكالية وإحنا وضحناه، لكن خلينا مع بعض نحوم حول التقرير الثاني المفروض يتعرض لهذه الجزئية. نسمع معكم. تعتبر النشوة أو اللذة لدى المدمن كالجزرة التي تسوق النفس للتمادي في اللحاق بمزيد من النشوة أعلى وأقوى. فالإدمان عن طريق العقاقير المختلفة له عواقب بالغة الضرر في الدماغ، الأمر الذي يؤثر على الانفعالات والحركة والعقلانية واتخاذ القرارات. فشل الأسرة وتفككها وسوء العلاقات الوالدية أو إهمال تربية الأبناء وعدم تحمل المسؤولية الأسرية بالانشغال التام بتحصيل الأرزاق المادية، إضافة إلى ظهور الأمية في الاتجاهات السلبية بين الوالدين وأبنائهم. واضح انه من التقرير انه حنذكرنا دائما بالموضوع بتاع اللذه والنشوه، لكن عايزين نطرح موضوع التاثير العقلي على الموضوع اللي هو ده بتقريبا بيكون عضوي مش نفسي. دكتور الخواض ممكن يقول لنا فيه هو التاثير في تاثير عضوي وتاثير نفسي. يعني هو الإنسان لما يتعاطى هذه المواد بيشعر بنشوة، ودي مرحلة هو ما بكون فيه خطورة إلا إذا كان استخدمت أدوية زي أدوية الهلوسة، ودي يعني في الغالب الآن الناس تركوها لأنه ده نتائج عنيفة جدا يعني، والتغيير اللي بيحصل في الإنسان غير عادي يعني. لكن الأدوية مثلا زي المورفين ومشتقات المورفين وده الواحد بياخدها وبيحس بالنشوة لفترة، هي الفترة الصعبة في فترة الانسحاب. يعني الفترة الانسحاب دي اللي هي بيشعر بالقلق، انسحاب يعني بالرجفة. بيقصد بها انه مفعول الدواء ذاته توقف في الجسم، قلل من الجسم، انتهى يعني الجسم طبعا اي مادة غريبة بيتخلص منها بعد فترة، فهو لازم يكون عنده حاجة عشان ياخد ويرجع لحالته الطبيعية. وأنا بقول الحالة الطبيعية مش الحالة الطبيعية بدون الدواء، لكن حالته الطبيعية بوجود الدواء. المخدر
فبوجود المخدر. فلذلك هو يعني الفترة اللي هو ما بيقدر يتحصل على هذه المادة هي دي المسألة الخطيرة، لأنه زي ما أنت قلت يعني إنه ممكن يسرق، ممكن يمشي يسرق قروش عشان يمشي يشتريها. وطبعا الأشياء الثانية اللي بتتعلق بوجود باستخدام هذه المواد في أشياء خطيرة جدا، يعني دي ممكن نحن نتكلم فيها بعدين يعني، لكن دي هي المشكلة الرئيسية. وطبعا أنا لما نتكلم عن الدماغ ذكرت إنه القرآن ذكر الناصية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يعني بيخاطب ربه يعني ناصيتي بيدك، يعني لأنه ده مكان العقلانية واتخاذ القرارات اللي هي الناصية اللي هي مقدمة الرأس يعني مركز المشاعر والأحاسيس. عشان كده هو الضرر بيقع عليه، بيقع ضرر جسدي ويتبعه ضرر أيضا نفسي زي ما قلت بسبب الحاجات دي. أيوة. ولذلك الناس لازم يتخيلوا إنه المشكلة بيقع فيها حاجة عضوية وفي أثار نفسية زي ما أنت قلت. في أثار نفسية. ممكن أنا أضيف حاجة هنا، هي طبعا الشعور بالنشوة يعني الرضا والحياة اللي بتتبع دائما بتتبع فترة اللي هي بيكون في النعاس والنوم والأشياء دي، وبعدين بيصحى منها وبتبدأ المشاكل الثانية. فدي يعني هو أصلا إذا رجعنا للمورفين استخدامه لما بدأ في الصين وأخذوه الأوروبيين، لما جابوه في أوروبا ما جابوه كعلاج، وجابوه كحاجة للمتعة يعني الأغنياء بالذات ترفيها للترفيه، بيقوم يعملوا حفلة وبيجي بوزعوا فيه الناس بينتشوا في تلك اللحظة يعني لتزيد البهجة، ما عشان الألم ولا، لكن طبعا اكتشفوا إنه هو بيزيل الألم. وبعدين اكتشفوا إنه مثلا الإسهال برضو بيوقفه، وبعد كده هي دي الأشياء الطبية اللي نشأت من هذه الاستخدامات. فهو بدأ كشيء يعني للمتعة مش للعلاج، لكن بعد ذلك بقت المشاكل الناتجة عنه الإدمان، الإدمان والمشاكل الكثيرة دي. ويبدو إنه الإنسان داير يغيب شوية من المشاغل الحياة ومتاعبها، يعني الهروب مش كده، هو سيلة هروبية أكثر يعني، لأن المتعة نفسها بتخدك في حيز خارج من نطاق المسؤولية والمجهود العقلي والبدني والتعب والإرهاق. أنا قاعد أقول في الغالب الناس المتعاطين يعني أي في نوع منهم بيقع في الإدمان ناتي كان مريض بيتعالج، لكن الغالب قاعد يكون له مشاكل نفسية جواه يعني ضعف الشخصية الدنيا الإحباط القلق التوتر. وحاسة كلنا بنسمع الناس اللي بيشربوا حتى الخمور أو السجائر يقول لك ما زهجانين يا أخي إحنا عندنا مشاكل، دائما بيفتكروها مسكنات للألم يعني بتنسيه مشاكله يعني. فأنا أفتكر الإدمان برضو زي ما يعني في الجينات موجود إنه أي شخص عنده قابلية إنه يصاب ببعض الأمراض بنفس المستوى الأمراض النفسية على حسب الشخصية. يعني الإدمان في أشخاص معينين بيقعوا في ريسة للإدمان يعني على حسب شخصياتهم وقابلين عليها البيئة قابلين لأنه هم أكيد طبعا. أنا أفتكر القابلية دي حقه يعني أنا أفسرها إنه الإنسان عموما عنده قابلية للنزوع للشر يعني أو الخروج من إطار الالتزام والاستقامة العامة اللي هي بتحصره يعني. لكن أنا ما عارف قد شنو الكلام ده علمي، هل فعلا في زول عنده القابلية للإدمان؟ نعم بسبب شنو؟ دي في الجينات دي ما هي موجودة في جسم كله الإنسان، لكن لازم تتوفر الظروف البيئية والظروف اللي حولك الاجتماعية البيئية كلها يعني اجتماعية وبيئية وغيره، واستخدام بعض أدوية تانية ممكن هي تحفز الجينات دي عشان تسهر. فهي اللي ده عند يزول المشكلة. أيوة. كده ما يعني القابلية ما عندنا كلنا. كلنا عندنا. لكن في ناس أسرع من ناس. أسرع ما معناه ظروفهم تتحسن. ظروفهم بالضبط كده. هي ما يعني زي حلقة لما تقفل بعد ذاك الشخص طوالي هيقع في. يعني ممكن طبعا. أنا بتكلم عن عموما إنه البيئة بتلعب دور كبير جدا في التأثير. يعني حتى في المرض النفسي اللي نحن بنتكلم فيه، حتى لو انت بتحمل جين وما توفرت الظروف البيئية ما بيصهر بالشكل ما لم تصهر بعض الضغوطات. يعني في كمون دائم للاستعداد للانحراف ده يعني،
او للمرض اصلا اذا أكيد. اذا اتهبشت حاجه قللت من المناعه بيظهر المرض يعني. رجعنا للكلام اللي قلناه في الاول انه الادمان مرض، واذا تهيأت الظروف اي زول ممكن يقع في هذا المرض، ولذلك الناس ما ينظروا له لانه زول ده مجرم وبيعمل في حاجه غلط، يشوفوا المرض ده ويحلجوه. زول دخل في احباط، دخل في قلق، أيوة. بدا يفتش، هو بحسنيه بفتش مسكنات الالم. والله انا يعني يلزمني انه انتقل المرحله الجايه عشان اشوف يعني التقرير القادم عن الخواء الروحي اصلا، يعني المجتمع ليه بيندفعنا هذا السلوك، حتى ولو كان في جيناته او في خبايا تكوينه استعداد لقبول هذه الظاهرة. نسمع التقرير مع بعض. الإدمان خواء روحي اجتماعي. لقد صار معروفا في الأوساط الطبية حقن المرضى في العمليات الجراحية الكبيرة بمخدرات أقوى من الهيروين بكثير. فهل ما يتعاطى الإنسان في الجراحات يجعل الإنسان مدمنا؟ الحقيقة المذهلة التي توصلنا إليها أن الأمر لا يتعلق بالمواد الكيميائية الموجودة في المخدر والتي تسبب الإدمان، فالأمر أبسط من ذلك بكثير، وهو أن الإنسان بطبعه يتمتع بحس يدفعه للترابط، فنحن نكون سعداء أو أصحاء عندما نجتمع مع الأشخاص المحيطين بنا، أما حين لا نتمكن من ذلك بسبب شعورنا بالضيق والوحدة والأسى فإننا نميل إلى شيء يخفف عنا ويمنحنا بعض الراحة، مثل الانشغال بالهواتف الذكية أو ألعاب الفيديو أو المشاركة في المواقع الاجتماعية أو تعاطي الحشيش أو الكوكايين أو خلافه من المواد المخدرة، ولكننا في كل الأحوال سنرتبط بشيء ما لأن تلك طبيعتنا البشرية. إذن هل الإدمان يأتي من خواء روحي اجتماعي؟ بعد ما سمعنا التقرير اللي تعرض لموضوع الأوساط الطبية اللي تحقن المرضى بعد العمليات الجراحية، غالبا المرضى بعد في العمليات الجراحية بيتعرضوا لحقن بمواد مثلا، هل هذه المواد المخدرة في احتمال تخلي الشخص الأصيب بالمرض المعين بعد الجراحة يتعرض للإدمان؟ والله طبعا يعني هو في الماضي يمكن العمليات الجراحية دائما كانوا مثلا المواد اللي بتستخدم هي المورفين ومشتقات المورفين اللي هي يسمح بها في المستشفيات، لكن أصبح الآن في تطور كبير جدا في الطريقة اللي هو بيأخذ فيها المخدر، وأصبحت هناك الآن بيقول يعني يدوا المورفين أو مشتقاته مع المسكنات المعروفة، يعني ده بيؤدي إلى أنه بيقلل من كمية المخدر اللي بيعطوه، بعدين بيعطوه بحساب معين يعني لا يترك للشخص عشان يتمادى فيه يعني الآن بيستخدموا الحاقنات الأوتوماتيكية دي في المستشفيات اللي هي بتعطي بقدر معين في ساعات معينة حسب يعني لو الواحد حس بالألم ما بالمزاج وكده بيضغط وبيقوم بتحقنه، لا هي ما بتشتغل إلا في ساعات معينة، يعني يا كل 6 ساعات مبرمجة كل 8 ساعات، نعم حتى لو هو حاس بالألم ما يقدر يحقن نفسه، فبقى في يعني الآن استخدامه بقى يعني بطريقة لا تؤدي إلى الإدمان، لكن إحنا ما زي ما قلنا إنه في ناس ممكن يكون عندهم القابلية يبدأوا بالإدمان، ودي زي ما ذكرنا إنه مسؤولية المستشفى طبعا عشان تعمل، لكن الآن بيجوا يقللوا في حاجة نفسية. أنا قاعد مر علي تجارب، أنا بعض الناس اللي بيمشوا يعملوا جراحات للسلسلة الفقرية في الصدر في الألم الناتج بيكون مؤلم جدا، بيقوموا بيدوم علاجات مثلا مسكنات لمدة 4 شهور 3 شهور أو 6 شهور يكون فيها أيوة فيها يعني مادة مخدرة أو مهدئة للألم مسكنة للألم، لكن بعد ذلك في ارتباط نفسي إنه بحس إنه لما يوقف الدواء ده زي الألم حيصهر، بيبقى هو أبسسي بيبقى وسواسي شايل مع العلاجات، حتى لو ما لقى العلاجات يشوف أقرب البدائل ليها. صح يعني واحد بيقول لي أنا خدتها في جيبي وخدت في المحفظة وخدت واحدة في العربية وواحدة في المكتب،
ولو حس انه الحياة دي ما حاوله بحس انه الالم حيرجع عليه فاصبح مشكله كيف تخلص من الحاجات دي. يا هو قال بيكون الدوله بجرعه كبيره ولا شنو؟ ما بالضروره ما بالضروره بس ده ما هو بيجيبنا للالم لما الواحد مثلا يحصل له بتر لليد. ايوه وده هنا في الم وهمي يعني هو بيحس في يده اللي هي لا توجد. ايوه صحيح بيكون هي شالوها ليه ولكن بيجي بيقول انا عندي الم في يدي وهو ما عنده يد يده ما في ما في يد فده هسه الان في ادويه معينه يعني هي ليست المسكنات المعروفه بيدوها يعني للشخص عشان يعني انه تخفف هذا ده نفسي حاجه يعني ده نفسيه ده حاجه نفسيه بحته يكون يده اللي قطعان دفن دي لسه بيتالم ويحتمل هاي طب حاسس بيها ولك يعني حاسس بيها وحاسس يعني. الالم فيها ولك انا بتوجعني لا الان في ادويه مخصصه لهذا النوع من الالم النفسي حقيقه بتشوفها حتى الناس اللي بتقول رجلينهم في السكر وبتاع بتلقى يقول لك حك لي رجلي وهو راقد كون ما في وفي ما فيش اصلا طبعا في ضوابط برضو في صرف الادويه دي افتكر نعم. يعني أيوة. المستشفيات في ضوابط شديده خالص دريت انه ممكن يعني الناس المحتاجين لهم للادويه دي يلقوا مشكله كبيره في انهم يصرفوها يعني ممكن تحصل لهم مشكله في انهم يصرفوها لانه مش شديدين جدا في مساله يعني صرف التشدد اذا اصلا هي معروفه بتصرف لمريض معين داخل عمليه بورق معين ايوه واضح انه هو حيجي يشيل البيول المختص يحقن في الوقت المعين اي التشدد لانه عشان لو تسرب مثلا ايوه احتمال كبير احتمال حتى العاملين افتكر في الحقل الطبي معرضين لمشاكل بتاعه ادمان يعني سهله التناول بالنسبه أيوة. لهم ايوه يعني الادمان الافيلابيليتي اول يعني يا مدى الحاجه متاحه لك عشان انت تدمنها يعني اذا ما في مورفين انت ما حتدمن اذا ما لقيت زول الدكس حشيش ما حتدمن اذا يعني ليته مدى الحاجه دي متاحه بتقرر انت ممكن تقع فيها ولا لا ده بنقولنا هل هي الان بصيدلياتنا متاحه بعض المركبات اللي فيها الحاجه دي هي يعني هل ضبطت قبل كده المورفين ومشتقاته لا ما موجوده لانه دي اصلا بتستخدم في المستشفيات ولكن مثلا في الاماكن اللي فيها رقابه عاليه يعني في اوروبا وفي امريكا المدمنين بتاعنا المورفين ديل بيروحوا بيسجلوا اسمائهم في صيدليات معينه وفي نظام معروف ومحسوب ومسؤول عنه الصيدلي في انه الشخص اللي بيتعاطى المورفين بيبدلوه بدواء اقوى منه شويه وتستمر فعاليته لساعات اطول بعدين بيبتدوا يقللوا الجرعة هو بياخد الجرعة إلا في الصيدلية ما بياخده براه وده سبب النظام ده إنه برضو عشان يمنعوا تداول الحقن بين الناس عشان مشكلة الإيدز ومشكلة الهيباتايتس معالجة لأشياء أخرى فده بي بي يعني ده النظام يعني هم الآن ما المدمن للمورفين ما بياخدوا يدو سجن فأصبح ده جزء من الأنظمة اللي هي بتعالج غير المراكز يعني فالشخص العادي اللي هو وزي ما ذكرت الدكتورة الآن إنه الناس العاملين في القطاع الصحي في بعضهم بيدمن يعني هو بدل يصرف الدواء للمريض بيقوم هو نفسه بياخده لنفسه ويدي المريض أي حاجة وبالعامل نفس المريض بحس إنه أخذ الحقنة بتاعته وما بحس بالألم مويه مقطرة أي حاجة أي حاجة ممكن لكن تحصل لكن أنا شايف إنه غالبية الإدمان عندنا في بلدنا هنا هي ما من يعني أنا بعلمي أنا مش الصيدليات ولا المستشفيات هي الحاجات اللي بتدخل بالطرق غير المشروعة في الغالب هذا الجانب الآخر في الغالب هاي العودة مرة تانية أنا كلام دكتور معاذ قبل شوية كان بيتكلم عن موضوع إنه يعني مش بس الصيدليات ولا المستشفيات بتاعتنا ممكن يهرب
يمكن يدخل عن طريق الغالب. حس أنا بشوفه منتشر وسط الشباب في الجامعات والطلاب، والغالب الحياة اللي بتدخل بطرق غير مشروعة. لكن هل داخل فيها زي المورفين مثلا؟ لو تكلمنا عن نتكلم عن المستشفيات، هل فعلا ولا دي حاجات تانية احنا نتعرض لها لقدام؟ لا نتعرض لها، انا ما بفتكر ان المستشفيات الان بتهرب مورفين. اقصد ممكن يطلع بوصية من واحد عامل في، انا ما بفتكر فيها سبوله. لا ما في سبوله، ما اعتقد. والحاجات المهربة دي ما اظن برضو بتوصل الى قضية المورفين لسبب لانه غالي جدا. غالي جدا يعني، هي كلها زي الامفيتامين موجود، الترامادول والحاجات يعني. ده هي انا الاشكال في انه هذه الاسماء اللي هي معروفه هي في معظم الاحيان ادويه مغشوشه. يعني هي ذاتها في حد ذاتها بتدخل البلد، والناس اللي بيتاجروا في هذه الاشياء بيربحوا يعني مبالغ طائله. يعني والعامل النفسي طبعا هو الشغال. ايوه الدواء. ايوه ما هو. طب معناه الضرر حيجي لي يا دكتور. اذا الناس بيتعاطوا الان مثلا حبوب معينه مشهوره هي اصلا مهربه ونسبه فعاليتها متدنيه، معناه ضررها اقل. قد يكون هذا صحيح، لكن ممكن برضه تكون مغشوشه باشياء اكثر ضررا. اكثر ضررا، اكثر ضررا. وانا هنا بس عايز احكي قصه يعني فضل. معروفه جدا في الثمانينات، الشباب في امريكا بالذات في مدينه لوس انجلوس توصلوا الى انه ممكن يجيبوا بعض المواد يشتروها عادي من السوق ومن الشركات ويركبوها مع بعض وطلعوا بماده معينه هي ما عندها كان اسم غير حروف الاربع يعني MTPT. الماده دي هي بتعطي نفس تاثير المورفين، لكن الضرر الخطير اللي ظهر بها انها الانسان الشباب كانوا بينتهوا بيوم مرض الرعشه اللي هو ده حاجة يعني خطيرة جدا. يعني هي لأنها بتؤثر على الناقل العصبي بالذات الدوبامين، وبيحطم هذه الأعصاب، والآن يصبح الشاب عنده مرض الرعشة. هي دي الخطورة اللي أنا قاعد أقول، لأنه حتى المتعاطين اللي نشوفهم من الشباب بيدعطوا أنواع مختلفة من حبوب وما عارفين هي تركيبتها شنو. الواحد في اليوم بياخد لك كم حاجه مختلفه عن بعضها البعض، وما بيعرف الضرر الممكن ينتج عن ذلك. ينتج عنها هاي. هاي دي الخطوره. يعني الواحد بيتعاطى كم نوع من الحبوب وما عارف تركيبتها شنو، ولا هي تعني شنو، ولا بتعمل شنو. التفاعلات بينها، التفاعلات بين الناتج عنه شنو. نعم. ومعناها الناس قاعدين يدخلوا كثير من المواد على يعني على المخدرات. يعني بتذكر مرات ممكن يدخل السكر، شايف ناس الهيروين زمان بيقولوا كان بيدخل بودرة الزجاج، ولذلك الناس اللي بيستنشقوا بالأصبع مثلا كانوا بيتعرضوا إلى نمونيا لالتهاب رئوي يصيب ويموت بسببه. يعني لأنه في نزيف من الأنف، لأنه بتأثر على الشعيرات الدموية في الأنف، فيعني خطورة. وسط غريب، وأنا ما أعرف الناس بيقبلوا عليه. ما وسط جريمة يعني بعد مقابل أي انحراف. قلت بيكون الإنسان مسؤول لحد ما قبل ما يخش في الإدمان، لكن بعد يدخل الإدمان بيكون هو يعني مسكين مريض. يعني مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة، ما بيقدر يعني يتحكم في نفسه، مستعد يعمل أي حاجة ويشتري أي حاجة وهو ما عارف إيش. برضو نطلع تاني نسمع تقرير. واضح انه احنا حاولنا في برنامجنا ندي اكثر من شكل للتقارير عشان الناس يتابعوا معانا هذه التوعية الواسعة. يعني نسمع تقرير. المخدرات والعقاقير. المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس أو النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم، لذلك لا تعتبر المنشطات ولا عقاقير الهلوسة مخدرة، فالمخدرات في القانون تعرف بأنها مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وتشمل الأفيون ومشتقاته والحشيش وعقاقير الهلوسة والكوكايين والمنشطات، ولكن لا تصنف الخمر والمهدئات والمنومات ضمن المخدرات على الرغم من أضرارها وقابليتها لإحداث الإدمان.
طبعا لما سمعنا التقرير يتكلم عن المخدر كمادة كيميائية وفي قانون بيحكم المسألة دي، هو كأنه التقرير صنف انه الافيون ومشتقات والحشيش غير الهلوسة والكوكايين دي حنتعرض لها ومنشطات، لكن قال ما صنفت الخمر والمهدئات ومنها ضمن المخدرات على الرغم من اضرارها. هل فعلا الخمور شمالة مع المهدئات والمنوات، هل هي فعلا يعني ما بتعتبر مخدرات لكن ممكن تعتبر ممكن تجي فيها ادمان يعني ليس بالضروره؟ هو يعني انت لو تمسك مثلا الكحول تاثيرها ما سريع زي المخدرات، وبعدين يعني بتاخذ زمن طويل جدا جدا عشان توصل الى المرحله اللي هو الانسان يصبح متعود عليها ولا يمكن ان يعني يتصرف الا اذا شرب. ف دي يمكن الفرق الوحيد بينه، لكن ما هو برضه بيؤثر على الناحية العقل وبيؤثر على الحالة النفسية والحالة الاقتصادية مثلا للشخص. يعني فيها نشوة برضه الخمر دي بالنسبة لل أكيد أكيد فيها. عشان كده التعريف بتاع هيئة الصحة العالمية بيقول كل مادة لها تأثير مخدر على العقل تسهق العقل ولها ضرر عقلي ونفسي. نعم هي. نعم يبدو إنه النشوة دي خيال لي في الجزء الأولاني من الـ من الـ الفترة الشراب يعني ما هو دي الخدعة الشيء بيبقى هذه الخدعة ما في نشوة ما هو زي القات مثلا القات يستخدم والناس الفترة بيبتدوا يمضغوا في القات النشوة بتحصل لحد ما هي فترة العصر بعد ذاك الواحد بيتخدر وعايز ينوم. بس الفرق بين القات والأشياء الثانية أنت لو وقفته ما بيحصل لك مشكلة، ما في مشكلة كلها النشوة يعني دي ذاتها كارثة. ما أعرف الواحد لو بيلقى طريق يقبض النشوة عشان يمنع من الناس لأنه شكلها كده. أنا هي غشة كبيرة، خدعة نفسية كبيرة جدا. صحيح. يعني الواحد تحصل له نشوة لحظية لكن بعد ذاك يبقى دواعي. نعم والمشكلة أنه أنت بتحاول كل مرة تزيد من كمية المخدر عشان تصل للنشوة دي، لأنه في فترة من فترات جسمك هيكون يتعود على 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 وجود المادة دي، ما بديك نفس النشوة بتاعت المرة الأولى. فسعيا وراء نشوة المرة الأولى أنت دائما بتكون يعني قاعد تزيد في كمية. ودائما خيالية المعاصي خيالية مرتبطة بكده، إنه زي طبعا إحنا ما شايفين إبليس في اللحظة دي. يعني مثلا القمار، أنت بتلعب القمار بعد شوية إذا تخرتها بتكون قاعد عشان تترجع حقك، وإذا خردت الناس بيكون قاعد عشان تزيد حقك. فيفضل خيالين في كل أحوال أنت لا في حرق حافظ يعني مستمر، جزء منه أغرب الوسوسة وإنه الإنسان داير يزيد من الحكاية دي يعني. ولذلك حق الناس ما يبعدوا في معالجة الموضوع من الموضوع معالجة الروح. صحيح الاجتماعيات برضه بتأثر، لكن أنا حق نركز على المسألة في الحتة دي، لأنه يبدو إنه الناس لما نيجي يعالجوا الناس اللي عندهم مشاكل زي دي لا يدخلوا في موضوع الجلسات الروحية اللي هي ممكن تعمل أثر في الردع كثير. وفي أنا خليه في الأمل إنه زول يعود إلى ربه وكثير ويتوب كثيرا. نحن بننصح المرضى بكيف تنظم يومك، صلاتك، تلاوتك، أشياء يعني العلاج الروحي في العلاج النفسي ما مهمل أبدا، موجود. يعني أنا بقصد إنه حقه ما يبقى مجرد أداة لعبادات، حقه يجيه إحساس إنه أصلاً ونس إنه رفع يدينه وقال يا ربي أنا، أو شعر بالندم، معناه التوبة تمت، هيبدأ من جديد. لأنه أصلاً باب التوبة قالوا ده الباب الوحيد، كل الأبواب تغلق إلا باب التوبة إلى يوم القيامة. فلعلنا نحن عايزين نخاطب جزء تاني من نهبش القلوب والأفئدة بموضوع إنه الإنسان ما دام هو شعر بخطأ ودخل في الإشكالية عند الفرصة إنه يعود يعني شيء طبيعي. طبعاً شيء طبيعي ممكن حتى لو عاد مر حتى المنتكسين، ما إحنا نتكلم عن انتكاسة دي ما أعتبرها مشكلة، لكن انتكاسة أصلاً يخيل لي في أدب المتدينين هي عبارة عن عودة وربنا تاني حيغفر لك ولو 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 أذنبت مرات ومرات عديدة، لأنه الأمل يبدأ مفتوح يعني. وطبعاً ربنا بيغفر لكن المجتمع ما بيغفر. عشان كده الانتكاسة في الإدمان بتعني الشعور بالإحباط طوال. شعور بالإحباط. أي فالشعور بالإحباط ما بديك دافع إنك أنت تحاول مرة أخرى، بالعكس يعني بيثبط عزيمة الشخص بحيث إنه والله يا أخي ما حأقدر، يعني أنا مهما حاولت ما حأقدر أتجاوز المحنة دي. كذا أسرته يعني كمان أسرته بتخش في نفس الشعور بتاع الإحباط ده.
عشان كده مساندته له بتكون ضعيفة وبتحس انه هو خلاص يعني فقدت الامل في الشخص ده في انه يعود. يعني ده برجعنا للكلام اللي قال في الاول المتابعة والمتابعة يعني ده اصلا ما تقيف المتابعة دي اهم شيء. والله الدعم النفسي اللي قلنا قبل شوية كان مهم جدا ان الاسرة بتقول للزول يا اخي انت ما خلاص احنا المشكلة هنعالجها لكن عودتك مرة تانية الى ربك وعشان لانه حصل الاشكالية الكبيرة خيالية في النفوس بتبقى صحيح الاجتماعيات بتحسك بانه الناس دارين يخفي عيوبهم لكن الربط بين العبد وربه في الحتة دي هو سند اقوى من ده كله يعني انه الانسان اصلا لما يعمل معصية ويشعر بذنب عنده احساس انه طرد من الرحمة يعني لو جيت هديته واشعرت ببعض الكلمات انه هو غفر له وعايد بإذن الله من الموضوع قد تخفف عليه كثير جدا. وبعد ذلك أنا أفتكر بخيالية الناس بيخش بالإدمان ما عندهم الإحساس بأنه بالناس كثير يعني في حتة أصلا المخدرات بتعزلك من الناس وبتخليك عايش في وحدة وعايش في عزلة عالم برك لذلك لما أنت لو يعني أقصد لو زال طلع من الحكاية بيقى مشهور أنه ده كان مدمن بخيالية بيكون أسرع عقليا بأنه حقه ما يتعامل مع الناس لأنه أصلا زمان كان بيستعمل المخدر وما شغال بيزول برضو في العودة إلى ربه والأسرة حيكون عنده إحساس ما شغال بيزول لأنه هو أصلا زي الحرامي مثلا لما يسرق لما يشعر إنه بيقى سارق على الناس عارفينه يعني ما حيكون عنده مشكلة ممكن يصير في المجتمعات ويتحرك ويمشي المجاملة فعارف ناس حرامي والناس عارفينه حرامي وسارق وكده لكن خلاص رفعت عنه الوصمة اشتهر يعني هو انا قاعد اقول انه الزهر المتعاطي لما يجيب لو لقى سبورت سند والدعم والناس اللي وروا انه انت والله ما شاء الله والاسره انت قدرت تعمل علاج اسري ناجح انه انت زول ناجح والحمد لله انتصرت وكانه زول فاز على الصعوبات انتصر على الصعوبات بتلقى ماشي كويس جدا لكن المشكله المعالجات اللي بتتم وطريقة تعامل الأسرة انت مثلا لو كنت كان حاسة ما واقف في الحتة دي تصهر لك إحباطات بأنه زي اللي بيحاسبوك تكون عايز يتدمر بعد وطلع وقف المخدرات لقى لسه هو ما في شغل ما عارف يمشي يشتغل وين في فراغ مش كده؟ ده الدور بتاع المجتمع ده الدور الأسرة والعائلة الأوسع الأسرة والسند كله كلام متكامل كويس. أنا والله عايز أدخل في المرحلة الجاية في البرنامج عن موضوع أتعرض للمواد ذاتها فأسمع معنا التقرير ده عشان نتكلم عنه شوية. الأفيون وهو يستخرج من ثمرة نبات الخشخاش الذي ينمو في جنوب شرق آسيا وبعض بلدان الشرق الأوسط ويتم تعاطيه وتدخينه في أرجيلة أو شربه في القهوة أو بلعه وهو شديد المرارة لذلك تضاف إليه المواد السكرية لتخفيف مرارته ويحتوي الأفيون على المورفين والذي يستخدم طبيا كحقن لتسكين الآلام وكذلك يحتوي على الكودايين الذي يستخدم في تسكين السعال وتقلص الأمعاء ومن مشتقات الأفيون مواد نصف مصنعة مثل الهيروين والأفيون مخدر معروف مستعمل منذ آلاف السنين وكان يستخدم لتسكين الألم وعلاج الأرق والهياج العصبي بدأنا بالأفيون في الحقيقة والأفيون زي ما سمعتوا في التقرير واستفادوا الدكاترة في الحديث عنه لكن عايزين نركز على الدكتور خواد الأفيون لما نقول الأفيون إيش بنقصد يعني يعتمد عنده مشتقات وإيش نزاته أسارة هو الأفيون بالذات هو طبعا يستخلص من النبات اللي هو الخشخاش ذاته يعني وهي الناس طبعا استخدموه من قديم الزمان في الصين بالذات وفي أفغانستان وفي وين هذه المناطق هي بيزرعوه هناك يعني وهو مادة تجارية مربحة جدا يعني وتجارة عالمية وفيها بلايين الدولارات فالأفيون هو طبعا مفعوله قصير المدى يعني فلذلك الناس قدروا يطلعوا مواد أخرى من الأفيون أهمها الهيروين بالنسبة للمخدرات يعني والأفيون بالذات الآن ما بيستخدم هو بيستخدم الهيروين لأنه مفعوله سريع
وهو أصلا طبعا لا يستخدم في العلاج إلا في حالات نادرة، ناس عندهم سرطان وعندهم ألم فظيع جدا، هو بيستخدم عشان يخفف الألم. وهنا مسألة الإدمان ما بتفرق يعني بالنسبة للمريض اللي هو أصلا حيموت من السرطان. فالهيروين هو الشيء المستخدم. الكودين ده أخف يعني مشتق من المورفين، ده بتاع السعال، ده بيستخدمه عادة للسعال أو للصداع، بيخدوه مع مثلا نفسه في تركيبة اللي هو البنادول أو الباراسيتامول، ده معاه الكودين بجرعة صغيرة جدا جدا. عندما فتحوا باب ده ما زمان قلنا هو واحد من أدوية ال هو مسكن بيستخدم مسكن. لكن الجرعة صغيرة جدا جدا، يعني انت اذا عايز تستخدمه كدواء مخدر معناته تاخد 10 ولا 15 حبة. والخطورة هنا لو سائل حتى ما هو كان موجود كسائل حتى في السودان، كان موجود لحد الستينات والسبعينات، كان موجود في الصيدليات كدواء للسعال، ووقفوه ليه في السودان؟ لأنه في ذلك الوقت الناس اللي كانوا مدمنين بيمشي بيشتري من الصيدليات، يمشي 10-15 صيدلية يشتري له 12 فتيل عشان يشربوا في اليوم عشان يحس بالنشوة. فوقف لأنه هو أصلا إحنا زي ما في بديل للموضوع بتاع الدواء ده يعني؟ كيف؟ تعب شديد صار فتيل، يعني ما في بديل حبة كده زول ينتشي خلاص ما في طريقة بقى. هو المتعاطي ده بيبحث عن كل الوسائل يعني شايف الطريق طويل يعني الطريق ما هو طويل لكن ما غايته هو ده الحل الوحيد. ما هو يعني الطريق طويل عشان كده يعني عشان يصعبوا على الناس يصعبوا على الناس إمكانية حصولهم على الحاجة دي. بالنسبة للهيروين طبعا زي ما انت قلت طلع منه التخلص من الهيروين، يعني انا ما عارف يا ريت لو قلنا فيه كلمتين ثلاثة صحيح والله. قد يكون الأثر اللي بيترك المخدر في الجسد يعتمد على نوع الجسم إلى آخره، لكن لو اعتبرنا عندنا زول عنده مشكلة بتاع تعاطي هيروين بما ينصح يعني إنه يطلع منه كيف يعني؟ والله ما هو طبعا كهيروين أو أي مخدر آخر زي ما ذكرنا في الأول يعني، بس أنا كنت قلت الهيروين قوي تقيل نعم يعني نعم. بيدخل النشوة أسرع عشان كده الناس بنجوا له يعني. وفي طبعا العصابات اللي بتشتغل في هذه المواضيع يعني دي ممالك، لانه يعني بيشتغلوا بملايين الدولارات بيحموا نفسهم بانهم يعني ما هو مشكله كبيره جدا لسه في جنوب امريكا وفي امريكا وفي اوروبا، فالتحكم فيه او يعني القضاء عليه مساله صعبه جدا جدا معقده شديد. فلكن هي إذا أنت بديت بالوعي الصح والتربية الصح للناس، الناس ما بيقربوا يعني. وهو دي نحن وده المهم، ده الأهم حاجة في الموضوع، التربية والتوعية يعني بعدين الواحد يعني لو تربى كويس وعرف المضار الحقيقية لهذه الأشياء حتى لو كان موجود انتهي الموضوع. هي طبعا يعني زيادة الرغبة في المواد دي، يعني احنا بنتكلم نقول الاسره والمجتمع وكده، حقيقي في دور في ادوار يعني للحكومات وللشرطه لكن المشكله انه الترغيب فيها بيكون كبير جدا جدا. وبعدين الحاجه دي مربحه جدا صح. يعني التجاره دي مربحه خالص عشان كده ما افتكر انه يعني الجهات دي حتستسلم يعني بسهوله كده، لانه حسي لو قلنا حتى على مستوى زراعته يعني جيوش انا يعني حاجه مربحه جدا. داري اقول حاجه، لو قلنا في تاجر بروج وداري يبيع داري يربح، نحن اولادنا بيتعاطوا ليه؟ ما هي نفس المشكله اللي نرجع ثاني لقصه التربيه والتنشئه وبناء الشخصيه الصحيحه اهمال ايوه، انه ما يعني التربيه لما تلعب دور صحيح، ما الحلال وبين والحرام وبين نفس وما سواها الهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يبقى لو انشئنا تنشئة صحيحة عارفين ده الغلط وده الصح، لأن احنا بنمشي له مهما كانت الصعاب صحيح. وتنمية الشخصية هنا وبناء الثقة بيخلي الزول يعرف يتخذ قرار صائب.
معنى كده انت عندك هسه نوعين من الناس، في ناس هسه بيسمعوا باعتبار انهم يقعوا المشكله قبل ما يقعوا فيها، في ناس واقعين في المشكله دارين حل. فنحن بنفتكر انه الواقعين في المشكله يبدو انه الاسلوب اللي قلته في الاول اللي هي يعني احتمال وجود هذا الخلل في الشخصيه بتاع الشاب ولا الشابه ولا اوتيفر يعني، ده واحد. اثنين العلاج ممكن ومتيسر سهل جدا، حتى بناء الشخصيه بشكل ايجابي ممكن، ما في صعوبه. بيبقى بعد ذاك الناس اللي بيسمعون الان، قلت جملتين مفيدات جدا اللي هي او كلمتين، الوعي والتربيه. يعني القبض على زمام التربيه قبل الوعي، يعني احنا هسه بنعمل في عمليه وعي توعيه تقريبا يعني بصوره اول. مرة أخرى أنا برجع بقول لكم التقرير القادم ده حيتكلم برضو زي ما تكلمنا عن الأفيون، هيتكلم عن الكوكايين، فنسمع معانا ماذا قال التقرير عن الكوكايين. الكوكايين هو المادة الفعالة التي تحتوي عليها أوراق نبات الكوكا الذي ينمو في أمريكا الجنوبية، ويقوم الهنود الحمر بمضغ أوراق الكوكا لإزالة التعب والشعور بالجوع. ويوجد الكوكايين النقي على شكل مسحوق أبيض ناعم يستنشقه المتعاطي مثل الصعود. ويسبب الكوكايين عند استعماله توقف الإشارات الكهربائية في الأعصاب الطرفية، ويؤدي إلى اتساع بؤبؤ العين وانكماش الأوعية الدموية، كما يؤدي إلى تنبيه الجهاز العصبي ويسبب كثرة الحركة والكلام، ثم رجفة اليدين والساقين، ثم الهياج العصبي والنوبات العصبية. ومن مضاعفات إدمان الكوكايين ظهور السلوك الإجرامي المندفع، والذي يؤدي إلى الإهمال والاستهتار والدعارة بين النساء. وتقدر قيمة مبيعات الكوكايين في السوق السوداء في العالم ب$30 بليون، بينما بلغت نفس النسبة للحشيش ب$30 بليون. وهناك أكثر من 10 ملايين أمريكي يتعاطون الكوكايين بانتظام، وإن 5 ملايين قد قاموا بتجربة استنشاقه دون الاستمرار في تعاطيه. زي ما ذكر التقرير، نبات الكوكا ينمو في أمريكا الجنوبية وموجود على شكل، وبرضو نقول فيه كلمتين علميات. هو طبعا الكوكايين يهو بيستخرج من أوراق الأشجار بتاعت الكوكا دي، وموجود بالذات في أمريكا، وعرف من سنين طويلة يعني الناس بيمضغوه. والكوكايين طبعا بنشط، يعني بيزيد بعض المستقبلات الموجودة في المخ، وبنشط الإنسان. يعني الواحد ممكن يشتغل ساعات طويلة جدا وما ينوم، ولكن العواقب بتاعت الكوكايين وخيمة جدا جدا، لأنه هو بيزيد المستقبلات دي في الجسم، بيزيد ضربات القلب بشكل خطير جدا جدا، وممكن يؤدي إلى أمراض في القلب كثيرة جدا جدا. زي ما أنا قلت يعني استخدامه الناس بيمضغوه عادي وفي جنوب أمريكا، وبينشطهم بيخلون يشتغلوا ساعات طويلة ويكون عنده دخل كبير. ده أدى الآن يعني في مناطق زي بيرو والبوليفيا وكولومبيا، قالوا نحن ما نمنعه. يعني الآن زي القات في اليمن مثلا بيباع في السوق عادي كل يوم كصفق خام، يعني كصفق خام، والناس أحسن يستعملوه بدل نمنعوهم وخدتهم في السجن، خليهم يستعملوه وبعدين يشتغلوا في قصة إنه يوروهم مضاره شنو. بس هم مجربين، يخليه شخص مجرب، واللذة اللي قلناها والشعور بتاع القاعدة في بالنسبة للقات، خليه مضاره دي ما بزح يشتغل بها. لما هو ده صحيح، لكن ما انت لما تحرم الناس بتبقى التجارة متوسعة وفي عرض وطلب الجريمة بتكبر وغيره. فقالوا احسن يجربوا، زي ما اصل الان الحشيش في امريكا يباع في السوبر ماركت،
وفي هولندا في مقاهي مخصصة لهذه الأشياء. أنت ممكن تيجي تقعد وتأخذ لك سيجارة سيجارتين ولكن لا تتاجر فيه. إذا قبضوك بتتاجر فيه مشكلة. دي مشكلة. ما تجارة هسه يعني لما تيجي المقهى تقعد تطلب لك شاي سادة وعدد واحد سيجارة مثلاً هو اللي ده بيباع ولا مجاناً؟ لا ما بتباع عادي يعني. مقصود لك يعني هو خاشف سعر عادي يعني. لكن هي فكرة الفكرة فيه كانت سيطرة يعني على الأشياء إنه ما يكون في تجارة خارجية. بعد ذاك المكان ذاته اللي أنت بتأخذ فيه المقهى ده فيه وباحثين وبيجي بيعملوا توعية وبيعملوا يعني تنوير. كميات معينة. أيوة. وكذا. فدي دي على السياسة دي قد تنجح وقد لا تنجح يعني لكن أنا متخيل إنه منفذة. لو في أسرة بتفتكر إنه أولادها ديل بدل تمنعهم من الحشيش حقه توفروا لهم. الفكرة غريبة مش كده؟ الفكرة غريبة لأنه الأضرار الواقعة برضو من القتوى أنتو ما حينجوا منها الناس إلا يعملوا حشيش مثلا يعني كده حاجة وهمية زي ما أنت قلت. احنا كابين فيها قش وفايش عندنا قيم. انا بتكلم عن قيم وعن دين وعن حاجات بتحكمك في انه طبيعه تنشئتك طبيعه هي بتاثر. ايوه بتلعب دور كبير جدا يعني. يعني احنا حسب بنعرض فكره بتاع ثقافه ثانيه في بيئه ثانيه لكن احنا عندنا دين ستاندر بيمنع. فكيف احنا ننشئ يعرف كيف يسيطر على ذاته؟ هذا الجانب الروحي اللي بينشا الحلال والحرام الصح والخطا. علاقه الكوكايين بالكوك يعني مثلا الناس هسه بحذروا الناس من شراب بعض المشروبات الغازيه هل عنده اي علاقه؟ لا ما في اي علاقه. هو لانه الكوكاكولا والبيبسيكولا والحاجات دي هي خلطات بيعملوها وبتدي طعم معين وما لها علاقه ما في اي يعني ارتفيشال يعني صناعيه. لا طعوم صناعيه ما لها علاقه يعني. مش قالوا بعض هسه شرب بعض المشروبات زي بتعمل اثر في العظام ومش عارف يزيد هل فعلا ما انا ما بعرف اي دليل يعني لهذه الاشياء ولكن هي الضرر الاساسي في هذه الاشياء هو السكر. سكر زياده الوزن وغيره يعني ما يعني شايف في تعود مرات بقى ناس قابضين قزازه من مشروب أيوة. معين ما في داعي يعمل له التعود والعامل النفسي يعني فيه كافيين فيه كافيين اي فيه كافيين يعني هسه مع البيبسي كولا والكوكولا والريد بول كله كلها فيها كميات والريد بول دي بالذات فيه خطوره كبيره جدا كانوا يعني انا حضرت برنامج كامل في ناتشرال جيوغرافيك بيتكلم عن تعاطي الريد بول كحاجات انرجي وبتاع انه الناس بيتناولوها بافراط وبتزيد ضربات القلب بتعمل مشاكل كثيره جدا مشاكل في الدوره الدمويه أيوة. والقلب بالذات لانه كميه الكافيين اللي فيه عاليه جدا لانه منشط لأن دعايته كمان خطيرة جدا أيوة بالذات الناس اللي بيلعبوا الرياضة الآن لها جوانح أي واحد يقول أشرب ريد بول ويشربوها بجرعات كبيرة خطرة جدا خطرة بس لأنه فيها الكافيين والكوكاكولا واللي ناي برضو فيها كافيين أيوة. والله في النقطة هل نحن فعلا في مشروبات المختلفة حتى لو اكتشفنا أسهارها ألا تعتقدوا أنه موضوع الدعاية للمشروبات ده واحد برضو من الـ من الـ من الـ حقه تتوقف الدعاية للمشروبات يعني لانه ما عارفين لحد هسه اذا ما عارفين اضراره تبقى مشكله هو ما زالت يعني اضرار المشكله اكبر انا يعني. انا قبل كده اشتركت لي في ورشه عمل كانت بتتكلم عن الدعايه في حد ذاتها يعني في دعايات كثيره لكريمات حيات شعر مبالغ فيها يعني أيوة. تديك احساس هل هي حقيقه ام خيال هل هو واقع هل بورونا الاضرار زي ما بورونا ايجابيات ابدا ده ما زالت تدخل فيها شغل شركات ومشاكل كبيره مساله يعني. ربحيه بحته يعني أيوة. رغم انه في مخاطر في بعض الحياه ما بيروك ارشادات صحيحه في ضررها كيف. وانا افتكر في الحته دي حقه الناس ما عارفين الاضرار ما بنبحث عنها حقه يرشد استعمالها يعني أكيد. يعني الانسان يرفق بنفسه بدوك ايجابياته في الاعلام والدعايه يعني شخص جاري كده بنشاط وحيويه ويعني انت داير تبقى زيه لكن ما بيروك اللي صار من الحياه دي بايجابيات عيوب. برضو نشوف التقرير القادم اللي هو عن الجنب وعقاقير الهلوسة ممكن نشوف نسمع معكم. القنب وعقاقير الهلوسة. يحتوي نبات القنب الذي ينمو في أواسط آسيا والشرق الأوسط على مادة الحشيش وهي مادة صمغية تستخرج من ثمرة أوساق النبات وفعالية الحشيش تساوي 8 أمثال فعالية الماريجوانا
التي ينتشر استعمالها في أوروبا وأمريكا، بينما ينتشر الحشيش في الشرق الأوسط. ويسبب الحشيش الشعور بالدوخة وعدم إدراك الزمن واختلاط الحواس وتقلب الانفعالات وانخفاض القدرة على القيام بالحركات العضلية التي تحتاج إلى مهارة. أما عقاقير الهلوسة فهي مجموعة من المواد التي تسبب الهلوسات والخدع البصرية والسمعية أو اضطراب الحواس والانفعالات، وهي ليست لها علاقة بالمنومات والمهدئات، لأن المنومات والمهدئات وإن كانت تسبب الإدمان فإن استعمالها لا يؤدي إلى الهلوسة، كما أن تركيبتها مختلفة عن عقاقير الهلوسة تماما. نعود مرة ثانية لموضوع الجنب اللي هو الحشيش. نعم. زي ما قلت قبل كده، هل فرق بينه وبين، طبعا في تسمية شعبية عندنا هنا. هي ما دي يعني التسميات كثيرة جدا، لكن في الآخر هي نفس الأشياء. مواد واحدة. مواد يعني واحدة، وفي يعني أشياء كثيرة في بلاد كثيرة، حتى هنا إحنا في السودان، في شمال السودان في القمشة. القمشة. يعني دي برضو من النباتات الناس بيستخدموها، ولكن ضررها قليل جدا. فدي تسميات، بس في اختلاف في التسميات. مرات الإعلام برضو بيكبر ضخامة المغبوط من الحاجات دي، هل هي يعني ماذا نقلل الخطر؟ لكن بفتكر إنه محتاجة برضو إلى إعطاء الأرقام الحقيقية للأضرار، لأنه مش عشان نشجع الناس على الاستعمال، لكن على الأقل عشان الناس يفهموا مستوى الضرر، وبعدين ما يكون في هجمة عليه، لأن الناس بيفتكروا إنه كونه تقول مثلا دخلت 10 مليون حبة للبلد، إذا في إغراق في البلد بيخلي الناس يعني يخافوا من الموضوع قبل ما يواجهوه بهدوء يعني. فهل نحن مبالغين في الوصف ولا مقللين من كمان من حجم الخطر؟ أفتكر يعني التضخيم الأشياء دي، بس هذه يعني هو بيفتكروا إنه ده يعني عشان يوروا ضخامة الخطورة اللي احنا ضخامة فيها. الخطورة يعني عشان الناس تتجنب انه في مخاطر، وخلوا يعني بالكم والناس ما تقع في المشكلة. عنده اثار ضارة مشكلة؟ يا طب بالنسبة للحشيش بنقول اي لا، اكيد في اثار ضارة يعني، هو ليه؟ لانه في كلام كثير يعني، فما في شك، لانه برضو الواحد ما هو بيدخل في انه مرحلة بتاعت نشوة يؤثر كمان في بعض وبيأثر في المخ في أشياء كثيرة، فالضرر موجود يعني ما في شك. بيزيد الجرانديز يعني، حس الناس اللي بيشربوا الحشيش بيحسوا بالعظمة، بيحسوا بالعظمة وشايفين الناس دونيين وبغير الأوزان والأحجام، مرات يديك إحساس الباب ده ضيق، وده اللي بيجيب الحوادث دائما، مشاكل العربات يعني، الحواس تعمل مشكلة في الحواس. طبعا بيثبط الإحساس بأنك أنت ما تعمل الحاجة دي، لما تأخذه بيكون عندك الرغبة تعمل أي حاجة، والإحساس بالزمن بضيع الإحساس بالزمن. الواحد يقول بس ألف السيارة دي وأخش المحاضرة، بيقعد في حتة دي 3-4 ساعات وما بيمشي. الناس قاموا ربطوا بالإبداع مرات، وطبعاً دي أساليب ترويج، بعدين الناس اللي عايزين يروجوا أساليب ترويج، لكن زول بيتعاطى شيء يؤثر على الدماغ شيء غير طبيعي، أصلاً ما ممكن يبقى مبدع. هل أنتوا لاحظتوا أن المجتمع فيه مشكلة زي دي؟ والله المشكلة موجودة، تعاطي يعني. يعني طبعا ما في أرقام ما في نسب، لكن أنا أقصد هل ما نسمعه هل فعلا في إشكالية في خطر؟ الخطر موجود، في لأنه في تعاطي بين الشباب، أصلا ما في كلام واضح هي في تعاطي يعني. نحن حتى بعد الدراسات اللي بيعملوها الطلاب هم مع بعض بيكلموا بعض يعني، ففي بعض الدراسات إحنا مثلا اتعملت بتوري إنه في نسبة عالية من الطلاب بتعاطوا الحشيش مثلا. لما نقول نسبة عالية، هل بنقولها بدون ما أرقام، ولا هل في فعلا نسب حقيقية؟ ولا الأرقام دي الصعوبة فيها إنه الإنسان لا يعترف يعني. هم زي ما قلت أنا يعني، مثلا الآن أنا لو جبت الطلاب وسألته ما بيزول بيقول لي أنا محزول، بيقول أنا بشرب أي، لكن أي حاجة تحطب مدسوسة يعني. الأسرة ممكن تلاحظ أي تغيرات عشان تنتبه؟ ما في شيء ملاحظ يعني، بكل صراحة إحنا ما مثلا ما بنلاحظ، لكن في تعاطي لبعض الأشياء يعني. هي أسا في عندنا إشكالات في إنه مرات بنكتشف بعض الطلاب اللي هم بيتعاطوا
الناس بتناقشوا انه كيف نوصل الرساله للاهل. حقيقه انا دي اشكاليه كبيره جدا جدا. اقول من الاعراض الممكن ما يصدقوا انه لو وصلت رساله. هو دي المشكله. او يقول لك انت في دينايل، في انكار دائما للاسره انه ولدنا احسن زول. وانا بقول دائما الاسره يفترض تتقبل انه لما يقول لك ولدك اخطا بعد اشوف هل هو صح ولا خطا. يعني انا بقول الغياب الكثير من البيت، الاهمال للذات، النوم الكثير، العزلة، ادعزل من ناس البيت، دي كلها مؤشرات انه في شيء ما طبيعي. وحتى لو افترضنا ما في مخدرات، اليس من الضروري اذا لاحظ على تغير من تعول انه في تغير، اليس من الضروري حتى لو عنده نفترض مشكله نفسيه ولا اكتئاب ولا قلق، اليس من من الضروري انه نساله انه نكون قريبين؟ لا طبعا، هو في المشرفين مثلا امر شديد الطلاب، وفي اعمادات شؤون الطلاب، دي كلها بتشارك في هذه على الاشياء على مستوى الاسره. على مستوى الاسره يعني ما ممكن انت ولدك بقى ينوم كثير ولا بيتغيب كثير ولا الى اخره، ما بتكون حاسبه اشكاليه يعني. ما دائما يعني بالضبط يعني دائما احنا بنقول انه الوقايه اهم من انك انت بعد ذاك تقع في المشكله وتحاول تعالجها. العلاج اصعب بيكون عاده، عشان كده يعني الاسره لازم تلاحظ لاولادها، لانه اذا في مشكله، اذا بعض الاعراض ظهرت على 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 على, على, على الشباب والمشكله حاسه حاليا ممكن تكون في مربع واحد، ممكن تتفاقم حتى لو هو ما متعاطي. يعني اذا اهمل في فتره من فترات هو مضغوط او عنده بعض المشاكل ما حلت او ما يعني ما لقى دعم نفسي، اكيد حيمشي للمربع الثاني. انا مرات يخيل لي بالمشاهده في المجتمع انه ممكن الشاب يعني ولا الشابه يكون عيان مثلا عنده حمى مثلا، الاهتمام به زمان كان باهتمام شديد جدا، يعني الان ممكن هو براه يمشي الدكتور ويقابله ويجي راجع يقول له الدوك شنو، كانه ما بحط يعني كانه يعني جرعه الحنان والاهتمام تناقصت جدا يعني. والله يا استاذ بابكر انا بفتكر في حاجات كده ثوابت، يعني مثلا الترابيزه بتاعت نشرب الشاي الصباح مع بعض او نيجي نتغدى مع بعض عشان الواحد يتفقد احوال الاسره. دي عمليه فعلا الناس بيعملوها؟ لا هو ما هو دي مشكله حسه ما موجوده، لكن يعني البديل شنو اذا احنا بنفتكر انه هذه الترابيزه اللي بتجمعنا بقت ما في، نشوف لنا حاجة تانية إن شاء الله. لازم يكون أكيد. في بدائل، ولازم أن إحنا نجتمع كل يوم نتعرف على مشاكل بعض، على مفاهيمنا أو لا. أنت ذاتك أنا بقول كأب أو كأم لو ما تحدثت مع أطفالك أنت في مشكلة. ليه؟ لأنه ما بتعرف نظم تفكيرهم ماشيين كيف، بنقصهم شنو، محتاجين لشنو. تفتكر الحوار الدائر هسا طالع من أنك أنت تلفونك ماله باظ ليه ولا عجلتك اتكسرت، هل هو طالع من كده يعني؟ ما بفتكر أنه في اهتمام عميق يعني. ما هو انا بعد برضه برجع للوعي الاسري، هل انا بتونس مع اولادي عشان داير اعرف احتياجات ماديه فقط ولا فكريه؟ هل التربيه بتعني التلبيه الماديه مادية فقط؟ ماديه انا اي زول حيجاوبك يقول لك ماديه، ما دام زال خطيره اذا نحن نفتكر انه هو موفر لهم اي شيء معناته هو ما مقصر. خلاص تمام. او نحن قلنا ليس بالكم وحده هو يحيى الانسان، مش لكن الرغبه. انا افتكر برضه ده موضوع مهم شديد، الرغبه مهمه يعني. في يعني بتحس انه في اولاد شباب متمردين على سطوه الاسره، بيفتكروا انه ده يعني نوع من الاستقلاليه، كونه زي ما ذكرت يمشي الدكتور براه، يعني هو بحس انه هو كبر على انه والدينه يودوا الدكتور ولا هو دي ما مرحله عمريه. انا بقول لما الحاجات تبدا من الصغر ويبقى في مشاركه وفي تعاون بتبدا ثقافه داخل البيت. اكيد ايوه. والله يا اخي هي مشكله، انا هضطر بالمشكله دي اطلع فاصل وارجع عليكم ثاني. خلينا نسمع التقرير الأول، وأنا برضو حاسمع التقرير الثاني بعده طوال حتى ندخل فيهم الاثنين. المنومات والمهدئات والمنشطات،
المنومات والمهدئات مواد كيميائية مصنعة تسبب الهدوء والسكينة أو النعاس، ومن أشهرها الباربيتورات التي تستخدم في التخدير العام وفي علاج الصرع والأرق. أما المنومات الأخرى من غير الباربيتورات فلها نفس المفعول، ويؤدي استعمالها المنتظم وبدون إشراف طبي إلى سرعة إدمانها. أما المهدئات فهي لا تؤثر على المخ ككل، بل يختصر تأثيرها على أجزاء معينة منه، وتختص بالانفعالات ووظائف الأحشاء والقلب والرئتين والغدد الصماء، وهي تؤدي إلى الهدوء وتخفيف القلق. أما إذا تجاوز المتعاطي الجرعات العلاجية فربما يشعر بالنعاس والاسترخاء والنوم. أما المنشطات فهي عقاقير تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة وعدم الشعور بالتعب والجوع وتسبب الأرق. الحرب على المخدرات. نحن الآن لا نحارب المخدرات فقط، نحن نحارب المتعاطين دون البحث عن الأسباب التي دعتهم لذلك، واستبدلنا يد المساعدة لهم بوصمهم ومصادرة المنافع والدعم منهم. فلو ضبطنا بحوزتهم مخدرات نسارع بإيداعهم السجون الكئيبة، والتي هي أصلا أقفاص تدعو للمزيد من الشعور بالوحدة والاكتئاب، فانطبقت عليهم كل الألقاب المحبطة من جنون وبله، وأصبحوا عالة ليس لهم حيلة. فطالما تحدثنا عن التعاطي الفردي للإدمان، نحن بحاجة للتعافي الاجتماعي. فحل مشكلة الإدمان ليست اكتشاف بعضنا البعض فقط، ولكن علينا أن نغير طريقة عيشنا ونعيد دمج مجتمعاتنا وأسرنا لمزيد من الرحابة والعناية والاهتمام. فنقيض الإدمان ليس هو الاعتدال، وإنما نقيض الإدمان هو التواصل. يهمني جدا وأنا يعني على مشارف ختام الحلقة دي، واضح أنه نحن ألقينا الضوء الخفيف جدا على الموضوعات، ويبدو أنه محتاج أي موضوع ذكرناه إلى حلقة منفصلة بعمق أكثر، بإحصاء أدقة، بمعالجات حقيقية. وبتخيل أن مجتمعنا حقه يشارك أسرة ومجتمع ودولة وشرطة وغيره في جعل الموضوع ده هو مركز اهتمام، لأنه أنا بفتكر أنه الحديث عنه ويلقاه على العواهم كده بدون تحديد أضر جدا بالسمعة العامة للشباب، ولم نحصل على نتيجة حقيقية، ولم نبدأ علاج مؤسس على موضوع الدراسة والبحث والنسب. يعني يهمني أختم الحديث ده بأنه هل يكفي أنه نحن نحارب المخدرات الآن بالطرق المعتادة اللي أثبتت فشلها على الدوام، ولا في فكرة تانية حق نعالج بها؟ لأنه الآن مطروح على الساحة، ما هو الحل؟ التقرير طبعا أذكر بعض النقاط، وأنا أفتكر أنكم ممكن تستفيدوا فيها لو حبيت، يعني فيما تبقى لنا من زمن. والله أنا واحدة من الحاجات اللي نحن بننصح بها دائما، نحن أول حاجة بنتكلم عن الدوافع والمسببات، الوقاية منها كيف. أول حاجة نحن تكلمنا عن نقاط التربية، تكلمنا عن دور المؤسسات في يعني احتواء الشباب بالمناشط الثقافية، بالندوات، بالمحاضرات، إنه لما يكون في مجتمع متماسك ما في انحراف كثير، بتقل الانحرافات. التواصل، يعني دائما الشباب يطلعوا من برنامج رياضي لبرنامج ثقافي، من برنامج أكاديمي، ما يكون في فراغ، يكون الناس متكاتفة متماسكة، بقل التعاطي، في بس روح طوالي لبناء شخصية إيجابية بعيدة عن المخاطر، دائما يفكروا في عمل زي ما نحن في المدارس زمان، جمعية، نعمل منشط، انشغال بالنافع. يعني أيوة، انشغال بالنافع وانشغال بتاع تكاتف ومشاركة اجتماعية، بالتالي ما في صغر عشان بتاع اختراق. وحس دائما المتعاطين بتلقاهم شو اللي قاعدة برا بعيدة عن المجتمع، يبقى كل ما جذبت الناس واحتويتها كل ما قل التعاطي زي المحاصرة. أيوة. طيب معنا كده احنا استخدمنا القوات الأساسية في المجتمع، إذا كان شرطة إلى آخره ولا جهات أمنية للحريب، لكن أنا أعتقد أنه برضو وصلنا إلى مرحلة أنه إحنا بنشيله ندخله السجون. هل ده العلاج تفتكر؟ والله أنا طبعا دائما بقول أنه ده ما العلاج الرئيسي، يعني التركيز على هذا الجانب قلل الحاجة دي تفتكر. وأنا إضافة إلى ما ذكر دكتور معاذ، يعني التعليم ما بواسطة الأجهزة الإعلامية فقط، يكون جزء من المناهج، من
الروضة إلى أن يتخرج الشخص من الجامعة. يعني ده جزء من يعني زي ما الناس بيعلمون كيف مثلا الطفل يقطع الشارع بيعلموا عليهم إن هو صغير، لأنه لو ما تعلمه في أي عمر بيجي بيقطع الشارع في أي مكان، وده يتسبب في الحوادث، وخاصة إحنا الأسبوع القادم أظن أسبوع المرور العربي يعني، فدي من الأشياء المشابهة. إذا أنت بتعرف تمشي في الشارع كويس الأمور لا تستقيم. فلذلك نحن الأفكار دي والتربية الصحيحة ما بتكون بس في البيت ولا بالوسائل الإعلامية، ولكن في التعليم عموما المفاهيم دي تكون مركزة بشكل كبير جدا جدا، وده بيؤدي إلى النجاح في الآخر. يعني أنا أفتكر الكلمة المفتاحية في الحلقة دي اللي ذكرت يعني كذا مرة اللي هي التواصل. يعني التواصل ممكن يعني يحل لنا مشاكل كثيرة، ولا حتى الإدمان يحل لنا مشاكل نفسية كثيرة، يقدم شباب أسوياء. لكن في حتة إنه القانون والردع، إحنا ما بنغفل إنه في أشخاص ما بيردعوا إلا بالقانون، لكن في مستويات مفروض يمر بها الشخص. أول حاجة يعني زيادة الوعي بالأمور والمشاكل اللي ممكن تسبب له يعني وقوع في الإدمان. إذا ما خلاص يعني رودع بالوقاية وبأنه يعرف المشاكل دي، بعد ذاك ممكن القانون يردعه. يعني لكن هو أصل الردع ده مش للمتعاطين، المفروض يكون ردع للتجار، وهم بعيدين تماما عن أنه يعني صعب جدا تعرف محلات وتصلهم. لا، عشان كده بنقول انه حقه يبقى في رفق بالمتعاطي، بتبين المريض زي تقديم الخدمات طبعا اكيد يعني معالج. اكيد وليس الى سجن مرات، عشان كده ما بنقدر نقول والله السجن ما عنده اثر ايجابي، لكن برضه في جوانب سلبيه المعالجات مهمه شديد تناقش. وفي حاجه انا داير اقول له بس شويه كده، الانديه الفلاحيه المسيطرين على الحجائز اللي بيلعبوا الكشتين والضمنه، هي مفترض تكون مراكز لاشعاع ثقافي إنه الشباب تحتويهم، وتكون دائما مركز بتاع تثقيف والتوعية ومناشط أكثر من هي احتكار لكشتين وضمنة بس. عشان كده حقه تتغير النظرة برضو للجيل ده، إنه هو جيل نافع، وإذا فيه تفلتات هي طبيعية ونسبة معقولة ومطلوبة، عشان ما في مجتمع يعني عنده النقاء الكامل. يعني أنا الحمد لله يعني نجحنا في إنه نقول نغيض الإدمان ليس هو الاعتدال، وإنما هو الإدمان، إنما نغيض الإدمان هو التواصل. ولعلنا ذكرنا كنا في كل حلقاتنا كنا نتكلم عن إنه الأسرة المجتمع، نعيد دمج مجتمعاتنا تاني، أسرنا الصغيرة والكبيرة، عشان نعيش حياة أفضل يعني من كده. أنا أفتكر إنه كأني أنا معاكم آمنت بإنه كل الحرب على المخدرات لن تنجح إذا لم نعيد إدماج مجتمعاتنا في بعضها، قليل جدا من العناية الرعاية المادية، وكثير جدا من الحب والود والاحتضان. يعني ممكن أسمح عليكم بكلمات يعني أنت كنت تقول لخصت الموضوع يعني بصورة جميلة جدا، ونحن نتفق معك تماما يعني إنه الحل ما جزئي، الحل لازم يكون شيء متكامل واشتراك كل جوانب المجتمع و المشرفين على الطلاب والشرطة والأمن وأي جهة في الدولة هي مسؤولة عن حل هذه المشكلة، وجهة واحدة لن تنجح في أنها تصل إلى الشيء المطلوب. الشراكة مهمة زي ما ذكر الدكتور في حل قضايا، يعني إذا كل زول قام بدوره ما أفتكر بيكون في مشكلة. يعني مجتمع الدولة، فما نحمل بعض الأخطاء، أي زول يقوم بدوره أفتكر من موقعه أكيد. أنا بتكلم دائما بقول الاهتمام بالشرائح المجتمع منذ الطفولة المبكرة، المسألة ما تضعيم بس أن إحنا نهتم ودينا التضعيم وجبنا، المسألة التنشئة أكيد وأساسياته، وما نخليها دائما عرضة للمسائل الرأي الشخصي، بل يكون هناك ورش تنويرية وتدريبية عن احتياج الطفل النفسي والاجتماعي وما مادي بس الجانب المادي. بالتالي نحن بنكون أسسنا لمراهقة سليمة بنعبر عبور سليمة.
شكرا لكم يعني، وانا نرجو انكم وفقنا في العبور بهذا الموضوع على خطورته، انما القينا عليه بعض الضوء افتكر، ونتمنى ان كل مجتمعنا يتكاتف بما ذكر من شراكات ومن رعايه واهتمام. والى اللقاء اعزائي المشاهدين.